تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية. فمعكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. ألف 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 مبروك لكل أهلاوي، ألف مبروك للجماهير الأهلاوية والإدارة واللاعبين وللرمز الأهلاوي الكبير صاحب السمو الملك الأمير خالد بن عبد الله، ولرئيس النادي الأهلي الأستاذ مساعد الزوهري، ولكل محبي النادي الأهلي. الحق قال أن هذا النادي كان يستحق أن يحصل على بطولة الدوري من سنوات، لكن الحظ العاثر، منافسة الفرق، كانت تفقد الأهلي الفرصة في آخر لحظة. ألف مبروك لكل الأهلاويين، ليلة كبيرة سيسهروا حتى الصباح. هارد لك لكل الهلاليين. يكفي الهلاليين أنه آخر ثلاث بطولات محلية كان الهلال هو اللي مسيطر عليها ونافس حتى آخر لحظة على البطولة الرابعة. فريق محترم ومنافس قوي، ولكن في النهاية البطل لازم يكون واحد. ألف 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 مبروك لكل أهلاوي عاشق ومشجع. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الأعزاء. أبو محمد عبد العزيز غيام، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، حياك الله جود، وأبارك للأهلاويين. في الحلقة الماضية اللي كنت مع الزميل خالد شنيف قلت أن هذه المباراة هي مباراة العمر للأهلي، وأعتقد أنها فعلا كانت مباراة العمر. 56 ألف متفرج، غالبيتهم من الأهلاويين، أعتقد أنهم يعني استمتعوا بفريقهم اللي يعني حقق الحلم بالنسبة لهم والطموح الكبير اللي كانوا يأملون فيه خلال من عام تقريبا 84. بالنسبة لي أنا أشوف، أنا أقول أن ألف مبروك للأمير خالد بن عبد الله اللي بذل المال وبذل كل ما يستطيع طوال السنوات اللي راحت، لم ييأس، حقق الأهم بالنسبة له في هذا الموسم وهو بطولة الدوري. أعتقد أنها هي أهم بطولة في بطولات على مستوى العالم، بطولات الدوري طبعا. أشوف النجم اللحظات الحاسمة، ما راح أقول عمر السومة، لكن سأقول هو طارق كيال المعلم الأهلاوي اللي صحيح. نجح في احتواء الأهلي في اللحظات الحاسمة في المباريات تقريبا الستة والسبع الأخيرة هذه اللي بعد فترة التوقف، نجح من خلالها في إعادة الأمور إلى نصابها والسير بالفريق في، يعني أنا لاحظت حتى على فكرة قبل المباراة ما تبدأ حاس كذا أن لمسات النجم الكبير طارق كيال، وانا اقول النجم الكبير لانه كان لاعب كبير في تاريخ الاهلي وفي مسيره الاهلي. يعني المباراه بصراحه انا اقول للهلاليين يعني محزن جدا بالنسبه لكم ان الفريق للسنه الخامسه على التوالي انكم ما تحققون بطوله الدوري. هذا شيء اعتقد بالنسبه للهلاليين هذه حسره. الهلال هو بطل الدوري، هو بطل أبطال الدوري، يعني أكثر فريق يحقق لقب الدوري السعودي للمحترفين، وبالتالي مثل هذه الألقاب هذه تعود عليها الهلال، وبالتالي مثل البطولات الأخرى بطولات النفس القصير ما تشبع النهم الهلالي، هم يريدون مثل هذه البطولة. لكن خسارتهم اليوم كانت أمام فريق بصراحة، يعني أعتقد وأنا قلتها من 2012 حتى اللحظة هذه ستكون مباراة يعني أهم مباراة خلال الأربع سنوات اللي راحت، وفعلا كانت أهم مباراة. حضور جماهيري على مستوى كبير، أي أداء بطولي من جميع من الفريقين. أنا أعتقد أن دينيس أو سومة سوى مثل الضربة القاضية للهلال في خلال دقيقة واحدة بعد بداية الشوط الثاني. حنأخذ المباراة بالتفصيل أكيد، وبكرة احنا عندنا حلقة عن الأهلي وراح نحتفي ببطل الدوري. طبعا في كثير يرسلوا لي وين تيشيرت الأهلي، التيشيرت بعد التتويج لما يتوج الأهلي بالكاس وياخذ الكاس حلقة التيشيرت. وطبعا في أهلاوي من طول الموسم يرسلوا لي تيشيرت، على مكتبي كلها تيشيرتات الأهلي من بداية الموسم. الأهلاويين كانوا حاسين كثير أنه الدوري هالسنة قريب منهم جدا. معنا من جدة حاتم خيامي الكابتن، هلا وسهلا فيك. هلا حبيبي أبو جود، تحياتي لك والأستاذ العزيز عبد العزيز الغيامة ولكل من يشاهدنا يستمع علينا. اسمح لي بس شوية تبريكات، يعني استحق الأهلاويين حقيقة سهلون طبعا هذا الفوز وهذا الانتصار بجدارة. أقول أخيرا أيها الرمز الرياضي، وليس الأهلاوي فقط، الرمز الرياضي الكبير صاحب السمو الملك الأمير خالد بن عبد الله، أخيرا صبرت ونلت وعملت أيها الرجل الواثق المحنك الخبير، أيها الرياضي النادر حقيقة مش في السعودية في العالم.
ألف 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 مليون مبروك. أبارك أيضا لرئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أخي مساعد الزويهري ومجلس الإدارة. أبارك للمنقذ طارق كيال، حقيقة يستاهل وبكل حب. كان الأهلي بشكل وعندما حضر طارق كيال تغير تماما. أبارك لجمهور الأهلي العريض الكبير في كل مكان. أبارك أيضا للكثيرين حقيقة، ما أبغى أنسى أحد، موسى المحياني، كابتن محمد شلية، أيضا لا ننسى دور في النصف الأول من الدوري، باسم بداود، مروان دفتردار، يعني حقيقة الكل عمل جبار. الأهلي منذ سنوات يستحق البطولة ولكن تأخرت، انتهى حلم، يعني تحقق حلم سنين 32 أو 33 سنة. بالتأكيد ستكون الفرحة مختلفة عن الفرق اللي تحقق الدوري في السنوات الأخيرة، فرحة كبيرة، فرحة عارمة، فرحة يستحقها الأهلاويين حقيقة. أبارك أيضا، أسمح لي بس آخر تبريكات لصديقي وأخي علي بقشان ابن عمتي شاكر حافظ. هذول الناس قاعدين يبكوا قبل شوية، يعني بكل أمانة مع الفرحة، فحبيت أن أبارك لهم حقيقة، يستاهلوا. في جروب أهلاويين أنا معاهم، يعني كل أعضاء الشرف، ومعانا الكابتن طارق كيال والأستاذ عبد الرزاق أبو داود، الدكتور عبد الرزاق بقيادة مديرها نجم السلمي. أبارك لهم كلهم فردا حقيقة، يستحقوا. ألف ألف مليون مبروك هذا الفوز العريض اليوم، والفوز العريض ببطولة الدوري عن جدارة واستحقاق حقيقة لا يستحقها إلا الأهلي. ألف مليون مبروك. طيب، هو يمكن في حلقة اليوم يمكن تكون في مفاجأة، يعني قاعدين نحاول نشوف يعني تزين هالمفاجأة ولا ما تزين للجماهير الأهلوية، لكن لازم نتوقف مع الأهلي ونحتفل فيه. قلنا لكم حلقة اليوم راح تكون حلقة كلها أفراح وسعادة بالأهلي والأهلاويين. في خبر عاجل وصلني الآن من فريق الإعداد، الأمير الوليد بن طلال يبارك للنادي الأهلي ويقدم له مكافأة 1,000,000 ريال، يعني هي أصبحت عادة الآن للأمير الوليد مع الأندية اللي طيب عطونا كلب ونرجع، عطونا كلب إن شاء الله.
طيب المعلومة اللي كنت تقولها قبل الكلب أنه الأمير وليد بن طلال غرد على تويتر أنه يهنئ النادي الأهلي بتحقيق الدوري لهذا العام وبهذه المناسبة وأعلن عن مكافأة 1,000,000 ريال للنادي الأهلي العريق. الدوري ذهب لمن يستحق أبو حمد؟ أكيد ما فيها نقاش، ما فيها نقاش، الأهلي يستحق بطل الدوري. أنا أعتقد أن ذكر في مباراة نهائي كأس العهد أبو جود يوم أخذ الهلال أو قبل ما يأخذ الهلال كأس العهد، قلت اللي بيأخذ بطل كأس العهد سيخسر المنافسة على الدوري، وأعتقد أنها يعني صارت حقيقة اليوم على أرض الواقع. أو قبل ما أبغى أتكلم عن المباراة الحين، لكن بتكلم عن الوليد بن طلال. الأمير الوليد بن طلال عودنا دائما على الوقوف مع الأندية كافة، الأندية كلهم بالنسبة له خط واحد، ما أعتقد أنه يفضل نادي على آخر. يعني المكرمة اللي قدمها للأهلي قدمها للنصر وقدمها للهلال وقدمها لجميع الأندية الأخرى، حتى أندية الاحتياجات الخاصة إذا جت يعني تجد الكرم منه وتجد السيارات اللي تخدم هذه الأندية سواء كانت احتياجات خاصة أو أندية بشكل عام. أعتقد أن هذه مثل الأمير الوليد بن طلال قاعد يقدم دور مختلف تماما في غيره يملكون مليارات، وما شفنا منهم مثل هذا التفاعل مع الوسط الرياضي. أعتقد أن الأمير الوليد بن طلال يستحق الشكر، يستحق التقدير، وأقول له بيض الله وجهك أبو خالد، أنت دائما وأبدا. يعني أنا بالنسبة لي طلعت على وجه الأرض وأنا أشوف الأمير الوليد بن طلال في الثمانينات كان يدعم الهلال بقوة، وفي التسعينات بدأ يتوسع لجميع الأندية السعودية. إذن هو نهره يصب في جميع الأندية السعودية. أعتقد الأهلي يستحق أكثر. الأمير خالد بن عبد الله بصراحة أعتقد يمكن هو يعني هو العريس الأهلاويين اليوم بصراحة. هذا الرجل يعني بقدر ما نشوف انكسارات الأهلي في السنوات الماضية، يمكن يعني أنا أتكلم عن بطولة الدوري، صحيح الأهلي يحقق مثلا بطولة كأس الملك، صحيح الأهلي يحقق بطولة كأس ولي العهد، صحيح الأهلي يحقق مثلا بطولة يمكن على مستوى كأس الخليج أو حتى على مستوى الأندية العربية في سنوات مضت، لكن كانت هذه البطولة، شوف اليوم بطولة هذه لها لذة مختلفة تماما. يعني النصر العام اللي راح واللي قبله يوم حقق بطولة الدوري صار في انتعاش على مستوى الرياضة السعودية. اليوم الأهلي حضوره وانتعاش جماهيره خلاص العقد، يعني بنتكلم على مسألة العقدة أن هذه البطولة بعيدة عنك الآن، لا خلاص انتهت، خلاص طبعا كسر العقدة الأهلي بكل التفاصيل. الليلة يا أخي أنا أعتقد فريق في سنتين ونصف ما يخسر لمباراة واحدة في الدوري يستحق يا أخي أكثر من بطولة الدوري. صحيح، يعني أكثر. يعني تتصور أنت الآن حنا قاعدين الأهلي يلعب 26 مع 26 مع قبلها تقريبا حدود 9 مباريات، هذه كم؟ يعني تتكلم حدود يمكن 58 الى 60 مباراة. فعلا الاهلي يستحق بطولة الدوري اعتقد يعني عن جدارة، وهذا ليس في تقليل من قيمة فريق الهلال. فريق الهلال اعتقد انه حاول بقدر ما يستطيع بناء على الظروف اللي عاشها في المرحلة في يعني في اللحظات الحاسمة خاصة. يعني انا اتمنى من الهلاليين انهم يعني يطوون صفحة الدوري، يركزون اكثر 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 على دوري ابطال اسيا. هم قادرين على انهم يتجاوزون فريق الايراني في المرحله الجايه، وبامكانهم يعوضون في المرحله المقبله باذن الله. حاتم، ذهبت البطوله لمن يستحق؟ طبعا و100% ذهبت لمن يستحق. حقيقه الاهلي فعل كل شيء. يمكن تكلمنا في حلقه من قبل كذا انه الاهلي ممكن يضحي بكاس العالم عشان الدوري. يعني العمل هذا الموسم، صحيح الأهلي عمل في السنوات الأخيرة وكان يستحق البطولة، لكن هذا الموسم غيروا أشياء كثيرة، وهذا يمكن كان طريقهم للفوز. فعلوا يعني ركزوا على التفاصيل ركزوا عليها وعملوا عليها، حكام أجانب لكل المباريات، ضحوا بكأس آسيا، تغيير جهاز إداري في فترة معينة، استقطاب طبعا الكابتن طارق كيال، كانت يعني يمكن كانوا حيقعوا في الخطأ في تغيير جروس، ولكن جاء طارق كيال وساعدهم، ولا اعرفوا انه اصر على بقاء جروس وعدم التفكير في اي مدرب اخر. الفريق ككل حقيقه فريق مكتمل. يعني انا لو اقول لك الان اعطينا نقاط الضعف الاهلي، صعب جدا تذكر نقطه ضعف كبيره واضحه في الفريق. فريق التشكيل معروف، التغييرات معروفه من بدايه الموسم، حتى وقت يعني حصل دروب للفريق ولكن ظل متماسك مع الدروب هذا، طبعا ساعده هلال دروب ايضا في نفس الوقت،
ولكن عاد بقوه. يعني انا ابغى اعرف بس بين الشوطين ايش حدث في الفريق الاهلاوي، نتمنى نعرف الوصفه اللي حدثت بين الشوطين، تغيير كامل في ثبات انفعالي واضح للفريق الاهلاوي. الكل كان يتحدث عن ضغط قبل المباراه على الفريق الاهلاوي في الملعب بسبب كل نعرفه، الدوري من سنين ما حققوه، يسجل فيه هدف في الشوط الاول، الشوط الثاني تنزل بهذا التغيير، بالتاكيد في عمل جبار كان من الاداره في الاعداد النفسي. طبعا الخطط وما الامور ذلك يمكن حنتكلم فيها في من خلال الحلقه. الهلال طبعا مشاكل كثيره حنتكلم فيها ايضا، لكن المشكله الرئيسيه اللي اتكلم فيها دائما وقبل المباراه تكلمنا فيها، الخطأ فني بالتأكيد ولكن خطأ كبير إداري وقع فيه الهلاليون. مستحيل لاعب زي ناصر الشمراني يظل كذا معلق بمشاكله وبأموره، كان لابد أن تدخل إداري وإصلاح الأمر، وكان مفروض يكون ناصر اليوم موجود في الفريق. التفكير مش بس ناصر كأداء فني، لكن أنت تلغي مشكلة كبيرة بين أنت تشوف في المواقع كيف الجمهور وحديثهم عن المدرب ومطالبتهم بناصر، تنهي هذا كله بجلسة مصالحة وانتهى الأمر. يعني ناصر لاعبك حيظل لاعبك، مش معقول تستغنى عنه في أحلك الظروف في وقت مثل هذا. يعني كان ممكن يصير شيء مختلف اليوم لو لعب ناصر كابتن يعني حاتم، لأنه نادي نعم كان ممكن يصير شيء مختلف، مش بس فنيا، نفسيا أيضا. يعني اليوم خروج الميدا أعطيك نقطة فنية وقع فيها المدرب أيضا والإداريين حوله، لأن دائما أؤمن بالتدخل المحمود. الميدا باقي دقيقتين انتهى الشوط الأول، طلب تغيير ما تغيره، انت اخلي الشوط انتهي خلاص، يعني الشوط منتهي، خلي الشوط انتهي، تدخل بين الشوطين جوا تشوف الميدا ممكن يكمل ربع ساعه، تشوف وضعك كيف، ما تغيره في الدقيقه مع صافره الحكم تغيره. يعني حتى شوف لو تلاحظ بعض اللاعبين كانوا بيأشروا انه لا يستمر، خلوه يستمر حتى يشوفوا نعم هو مصاب، نعم عارفين انه مصاب، لكن استنى بين الشوطين خلاص بيصفر الحكم، ليش تغير في ذا الوقت؟ التغيير ايضا خطا، استعجلت جدا انك تدافع، يعني تلعب ادواردو مهاجم، يعني قتلت الفريق. شوف الشوط الثاني ايش سوى الاهلي، يعني لا الميدا شوف ادواردو ما شفناه ولا فرص للهلال بتاتا، يعني قتلت الفريق تماما. تدافع 45 دقيقه كامله امام الاهلي وفي جده، انت متقدم واحد، حتى لو مقدم اثنين ما تدافع بالطريقه هذه، حتى حتجي فيك اهداف اكثر. تغيير كان جدا خاطئ، نعم يخرج الميدا ولكن التغيير جدا خاطئ، كان مفروض تغير بمهاجم يبقى الوضع على شكل الفريق كما هو عليه. التغيير هذا يعني عصف بالهلاليين، وبالتالي بدأ الهلاليين يعدلوا في الأخير، يدخلوا مهاجمين، وبدأ المدرب يتخبط حقيقة في التغييرات، ووضح هذا تماما على أداء الهلال في الشوط الثاني، أداء جدا سيء. الشوط الثاني لا شيء يذكر، الشوط الأول يمكن الهلال كان مفروض يتقدم مش بواحد اثنين أو ثلاثة، لكن الشوط الثاني تغيرت الأمور تماما. طيب. لم يجيد المدرب التعامل مع المباراة، على العكس تماما، شوف الأهلي كيف واقف في الشوط الثاني، يعني النفس ما يدخل بينهم، يعني وقفة على أعلى مستوى، تحركات على أعلى مستوى. السومة إيش نقول على السومة يا أخي، جنسوه خلاص يا أخي، رجل مثل هذا بكل أمانة، يعني لو في إمكانية، يعني والله من جد، يعني راجل بهذه الأخلاق، بهذا نعتبره من خبراء في أي مجال، من العلماء في أي مجال، من جد يعني رجل بهذه الأخلاق، بهذا العطاء، بهذا التحدي، من العلماء، من جد محتاجين يعني هذه النوعية. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، طبعا كل التبريكات للاهلاويين حقيقه، لاعب الاهلي كمان يعني نشكرهم فردا فردا، نهنيهم فردا فردا، وان شاء الله هذا الاهلي، تمنينا الاهلي الدوري، انا بالنسبه لي اتمنى الهلال ايضا يتخطى موقعة الفريق الايراني، وان شاء الله بعون الله تعالى يحقق الاسيوي ان شاء الله. حنروح للفاصل، وبعد الفاصل نعود لمواصله الحديث، برنامج عندنا اشياء كثير نبغى نحكي فيها اليوم عن البطل الاهلاوي، بطل دوري عبد اللطيف جميل لهذا الموسم. أخضر يا لون العشق، أخضر يا معنى الحياة، يا نبض
الأهلي يحسمها محققا حلم السنين الطويلة. وكتيبة جروس تثبت أنها جيل تاريخي ستخلده الذاكرة الخضراء. عمر السومة يكتب التاريخ ويحفر اسمه في ذاكرة الأهلاويين، مواصلا حضوره في كل مواجهات الحسم لقلعة الكوس. الاتحاد يستعرض عبر شباك الهابط هجر بخماسية، ويعلن تأهله الرسمي لدوري أبطال آسيا بضمان المركز الثالث. في الفقرة التحكيمية، المستشار التحكيمي لبرنامج كورة يفند أداء الدولي الألماني فيليكس بريتش في الكلاسيكو. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعينا التلفزيون في المملكة العربية السعودية، عبد العزيز غيام وحاتم خيمي هم ضيفاء حلقة ليلة. ألف ألف مبروك للأهلاويين مجددا. نشوف أهداف المباراة طبعا عبر التطبيق دوري بلس. تابع مباراة تلعب على جزئيات صعبة، تفاصيل صغيرة، سعود بيلعب لكرة ادواردو، يا رب هو عارف اهدافه وجاي يحققها. لا يمكن وقف ادواردو عند حقيقة. ادواردو يشعل القمة، يقص الشريط. الله على السعود والله على من يجعل الهلال السعيد. ادوارد ركنها، اي راسيه هداف، اي نهايه، اي ركنه. الله على الانتقام. الكره خلف سليم لم تسلم. احبت الكرام عبر قنوات ام بي سي برو سبورت في شوط المباراه الثاني لقمه الموسم والمباراه الاهم، والتصويبه من اللاعب الاهم، من اللاعب الأهم. فرصة العمر ما تتفوت، وفرصة عمر ما تضيع، ما تضيع. الهلال لا تعاند، من إذا قال فعل. يا رب يا عمر، أي بداية، أي سيناريو، وكأن الشوط الأول لم ينتهي. عمر السومة هدف الدوري، يريد لقب الدوري أيضا. فدفع على التنفيذ، فدفع بلعب كرة رأسية تأتي في مكان، الكرة في المرمى. الأهلي عن طريق عمر يتمسكون بالجبهة، يرددون. الله على السومة، الله على عمر، الله على الارتقاء، الله على قلب الطاولة. عفوة دفاعية، لاعبين بدون مراقبة، مدافع ومهاجم. لحظة يريدها للتاريخ، صرخة عمر الآن. جاء إسلام، إسلام إلى تيسير، ثلاثة على ثلاثة، كرة وصلت إلى حسين، حسين بيرسل الكرة إلى فدفة، أقوى من اللازم لكن فدفة يصل، فدفة يصل، فدفة عرضية في مكان، الكرة يا رب. الحلم يتحقق، هذا الأكشن، هكذا الدراما، هكذا المشهد، هكذا الجنون. نسمع عن حدث في مثل هذا اليوم، لكننا نعيش بحدث ونعيش يوما من أيام الحدث. هذه أهداف المباراة على تطبيق دوري بلاس. نشوف تقرير المباراة وتحليلها فنيا من إعدادكم. كلاسيكو كل المواسم، أهلي وهلال، متصدر ووصيف، ومباراة لا تقبل أنصاف الحلول، ولقب الدوري ولا غيره هو المطلب. جماهير خضراء تملأ الملعب، وأخرى زرقاء تأخذ موقعها خلف المرمى، وصافرة ألمانية تضبط اللقاء. الزعيم بخبرته،
يبدأ التهديد والوعيد. كارلوس إدواردو يبعث الرعب في القلوب مبكرا، والأهلي برغبته يرد بضغط على المرمى الأزرق. هجمة زرقاء من هنا وأخرى خضراء من هناك، وما بين الشد والجذب القائد كريري يرسل كرة على طبق من ذهب للسوبر إدواردو، هدف هلالي يشعل اللقاء. هو عارف أهدافه وجاي يحققها. لا يمكن يقف إدواردو عن تحقيق أهدافه أبدا. هو يعرف متى يطلع، هو يعرف وين يوقف، هو يعرف كيف يسجل. الأهلي لم يترك مجالا للتفكير، فبادر بعدة هجمات كل واحدة أخطر من الأخرى. والهلال هو الآخر يرد بأكثر من هجمة، لم يفلح في أي منها بتعزيز النتيجة. الشوط الثاني دون أي مقدمات يبدأ بهدف من العقيد عمر السومة، والتصويبة من اللاعب الأهم، من اللاعب الأهم. فرصة العمر ما تتفوت، وفرصة عمر ما تضيع، ما تضيع. عمر يريدها ليلة العمر، لحظة العمر، فرحة العمر. عقيد الأهلي مدفع القلعة الكبير، إشارتهم الخضراء. هدف لم يكد الهلاليون أن يفيقوا منه، إلا وجاءت الصدمة الكبرى بهدف ثاني. الأهلي عن طريق عمر يتمسك بالحلم الكبير. هناك أكثر من طريق إلى المرمى، لكن عمر طريقهم إلى الدوري. شوط كان أهلاوياً بكل تفاصيله، بالقول، بالفعل، وردة الفعل. ثلاثة أهداف خضراء أشعلت مدرجات الجوهرة طرباً، عشقاً، وانتماء. جيل جديد أعاد معه ذكريات وأمجاد وتاريخ أبطال، لقلعة الكؤوس، لأبطال دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين 2016. محمد، وين كانت نقطة التحول في المباراة؟ يعني كان في سيطرة هلالية الشوط الأول، مساك بزمام الأمور، في ضياع أهلاوي في الشوط الأول. الشوط الثاني لا الأهلي يشبه الشوط الأول ولا الهلال يشبه الشوط الأول. كان في مباراة انتهت وبعدين جت مباراة ثانية. وين كانت نقطة التحول؟ نقطة التحول في الهدفين. يعني أنا أعتقد الهدفين اللي جاءوا تقريبا في خلال دقيقتين يمكن أو بالحدود هذه اللي سجلهم عمر السومة، هذه هي نقطة التحول في المباراة. أعتقد حتى خروج الميدا كان، يعني ما راح أقول لك إنه كان سبب في النتيجة، لكن أكيد بعد الهدفين يعني كان فيه تأثير من هذا الخروج. يعني أنا أعتقد إن الشوط الأول الهلال بعد ما سجل الهدف ما حاول بقدر ما يستطيع إنه يعزز هذا الهدف. كان في فرص طبعا ضايعة من النجم الكبير إدواردو. أنا أعتقد إدواردو اليوم سجل يمكن من أجمل الأهداف اللي إحنا شفناها في دوري المحترفين. الهدف الرأسي اللي يعني أنا في شهادتي في هذا اللاعب إلى الآن يعني أشوف أن شهادتي مجروحة فيها، لأن من عشاق هذا النجم الكبير. لكن
يعني البداية كان في ارتباك كبير من جانب الفريق الأهلاوي، خاصة على مستوى الخط الدفاعي، كان في فراغات كبيرة بين اللعيبة، بين يعني متوسط الدفاع، وأيضا في المقابل يعني المنطقة الجزائية الأهلاوية كان فيه فراغ كبير. تشوف أنت الآن يمكن لو ترجع للهدفين أو الهدف حق الهلال يوضح لك هذا الشيء. الكرات العرضية وهي دائما اللي تؤرق الأهلاويين تسببت في هدف الهلال. لكن أنا أعتقد أن الشوط الثاني أسميها أنا هدف، يعني هدف الغفلة اللي سجله عمر السومة ساهم بشكل كبير، الهدف التعادل طبعا ساهم بشكل كبير في إرباك فريق الهلال. ما تقصد هدف الغفلة أنه على غفلة من الدفاع الهلال؟ طبعا لما تقول هدف الغفلة، لا 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 لا, لا أصلا هدف جميل. يعني أنا كنت أقول لك تحت الهواء شوف شلون سجل، شوف كيف يعني مرونة وانسيابية عمر السومة وهو يلف على اليسار ويشوت برجله اليسار. هذا يعطي انطباع لأن هذا اللاعب يعني يملك ما شاء الله عليه مخزون كبير جدا من المهارة ومن تركيز. القدرة على السيطرة والتحكم على في أصعب في أصعب الأوقات. السومة يقول لك إذا شاف الباب لا تلومه، ما تخلي هاللاعب ابدا عيونه تشوف الباب. صحيح سعيد، شوف عشان بعد اوضح مساله قصه الغفله هذه اللي انا اتكلم فيها. اول ما بدا الشوط الثاني ما كنت متوقع انا يعني ان الاهلي بيجيب، يعني مستحيل كنت افكر كذا ان يعني الاهلي يسجل هدف هدفين في خلال دقيقتين او ثلاث دقائق، ما توقعت ابدا هذا الشيء. يعني استغل الاهلي ارتباك الهدف الاول بالضغط وعلى طول سجل الثاني. طبعا الهلال اساسا يعني انصدم من هدف التعادل. هدف السومة صدم الهلاليين واربكهم بشكل كبير. يا اخي انا بصراحه يعني وانا قاعد اشوف التقرير اللي من شوي واشوف فرحه الجماهير الاهلاويه، تصدق حتى من الظهر اليوم يعني انا اشوف المباراه بشكل موضوعي ومحايد، ما لي علاقه، ما اقول والله هذا ودي اتمنى اذا الفريق يفوز او هذا الفريق يفوز. اللي يفوز الفريق الافضل، اللي يسجل اكثر هو اللي بالنسبه لي انه يستحق بطوله الدوري. اقول حرام مثل هذا الفريق اللي يملك هذا الجمهور المجانين، يعني اللي يسمونهم مجانين الأهلي، انهم يخرجون من 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 نهايه هذا الموسم هذا كله بدون لقب الدوري. لاحظ لقب الدوري، صدقني انا بالنسبه لي الأهلي لو ياخذ 20 بطوله بنفس اللي يسمونها النفس القصير ما راح تكون مثل هذه البطوله. بطوله الدوري مهم جدا. نجح الأهلي في ترتيب اولوياته هالموسم لما ضحى بالاسيويه وقال ركز في الدوري؟ قبل اسبوعين تكلمت انا عن ذكاء جروس في مسألة أنه أشرك لعيبته في دوري أبطال آسيا بالفريق الرديف. خلاص الرجل عنده قناعة، أنا دوري أبطال آسيا ما يهمني، وأنا ما أتفق معه. شوف أنا أتفق معه لأنه ما عنده القدرة على أنه يركز في البطولتين، ما عنده قدرة، مش قدرة عناصر، لا قدرة تركيز لاعبين ذهنية. مو يعني انا بالنسبه لي اشوف انه يختلف عن الهلال لا انا اشوف عنده القدره الهلال يركز على البطولتين. الهلال متشرب هذا الشيء. صحيح يمكن ما نجح الهلال في انه يحقق بطوله، رغم اني انا تفاجات من دونس انه ما لعب الفريق الاساسي في مباراه الفريق الايراني في المباراه اللي راحت، يعني بعض الاساسيين كانوا مريحهم. لكن بالنسبه لدونس، بالنسبه لجروس اعتقد انه نجاح كبير في مساله قصه التركيز على هذه البطوله. انا كنت اقول مثل ما قال ابو اميره من شوي ان الاهلي لو كان يلعب كاس العالم بيركز اكثر على الدوري، لان الدوري كان هو اهم بطوله للاهلي خلال السنوات اللي راحت كلها. انا كنت اقول لو الاهلي ما حقق هذه البطوله بيواجه مشاكل كبيره، مشاكل يمكن يقعد 4 سنوات 5 سنوات ما يحقق بطوله الدوري. الان فتح له باب النعيم اعتقد يعني بالنسبه للاهلي انه يحقق مثل هذه البطوله. انا فرحان حتى للحسين مقهوي صراحه انه يعني هذا النجم اللي انه يحقق مثل الهدف المهم جدا في مثل هذا يعني هذا الوقت القاتل بالنسبه له، مثل ما كان فرحي لادواردو في عودته وطريقه التسجيل اللي سميها اهداف سينمائيه صراحه. الابداع من التبريره العرضيه اللي رفعها اعتقد ان سعود كريري، كان يعني في اهداف جميله جدا تخليك تنبسط وانت قاعد تشوف المباراه. لا هدف ادواردو ولا اليساريه الصاروخيه صراحه اللي ارسلها السومو ايضا نجمنا الكبير حسين القهوي. حنروح للفاصل وبعد الفاصل نعود.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمر تلف أمثل الملك عربي السعودي الزرية محاتم خيمي، هم ضيفاء حلقة الليلة. معنا على الهاتف مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي الأستاذ سالم الأحمدي في أول حديث إعلامي من وقت الإيقاف. سالم مساء الخير وألف ألف ألف مبروك لك ولكل الأهلاويين. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك زميلي تركي، على ضيوفك الكرام، على مشاهدي سوسانا وبرنامج كورة، ولكل كل الملوك على هذه البسيطة. ألف مبروك سالم، يعني هذه أول مداخلة من بعد الإيقاف. والله يا تركي، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية الواحد يجب أن يشكر الله كثيرا. كان موسم استثنائي لدينا في النادي الأهلي، بدلنا الكثير من الجهد، يعني الكثير ما كانوا يعرفون أدق التفاصيل اللي مرينا فيها خلال هذا الموسم. ظهوري هذا الأول أنا يعني كنت حريص أن يكون معك يا تركي، لأن أنا تسببت في حرج لك أنت في فترة سابقة. لا بسيط، أعطيتك وعد بالظهور وثم أنا الذي أخلفت بالوعد. لا بسيطة بسيطة، أوصيت وعدي مجددا معك. لكن بكل أمانة يعني اسمح لي تركي في البداية يعني أقدم يعني خالص التهاني والتبريكات لكل الأهلاويين، بدءا بالرمز الكبير الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل رئيس هيئة أعضاء الشرف، ولجميع أعضاء شرف النادي الأهلي، ولرئيس النادي وإدارة النادي نائب الرئيس، وجميع المحبين وإعلام النادي الأهلي، وجميع العشاق على امتداد هذه البسيطة. يعني كنا في النادي الأهلي نحاول جاهدين هذا الموسم أن نعزل الفريق عن كل ما يدور خارج الملعب. كان موسم يعني الجميع ممكن ما كان يتابع أدق التفاصيل اللي احنا كنا نعانيها داخل النادي الأهلي من أشياء كثيرة، ولكن الحمد لله. متى اللحظة اليوم بصراحة سالم، متى حسيت أنه لا الدوري ما يبغى الأهلي اليوم في المباراة؟ حسيت جاك لحظة كذا قلت لا لا لا، ظهر الدوري ذا ما يبغى الأهلي أبد؟ لا بالعكس، أكون معك صادق، يعني احنا كنا داخل إدارة النادي الأهلي متفائلين يمكن أسبوعين أو ثلاث أسابيع بأن الدوري بإذن العزيز الحكيم سيكون أهلاوي. وأعطيك معلومة لك يا تركي، احنا يعني قناة الملكي قناة النادي الأهلي الرسمية من 48 ساعة قام القائمون على القناة بالتجهيزات داخل النادي الأهلي، وسيكون الآن بث مباشر عبر قناة الملكي احتفالا بهذا اللقب الكبير. والغريب أن النادي الأهلي يغيب عن هذه البطولة الكبيرة. صحيح، وأنا أعتقد صحيح. أن الدوري هو من يسعد بالأهلي وليس الأهلاوي. طب خلينا غير السؤال، متى حسيت اليوم في المباراة أنه خلاص انتهت لصالحنا؟ أي أنه خلاص يعني الدوري مضمون 100% اليوم في المباراة. أكون معك صادق، أي بالدقيقة 29 عندما تقدم الهلال بهدف الدقيقة 9، وشاهدت لاعبي الهلال يقومون بإضاعة الكرة أو إضاعة الوقت عفوا من الدقيقة 29، عرفت أن النادي الأهلي قادر على العودة إلى المباراة. ويعني المقربين مني أنا سبحان الله كان عندي حج أن النتيجة ستنتهي 3-1، والحمد لله الحمد لله. يعني اليوم الوطن العربي الخليج العالم كله عندما يعود الأهلي، هذا هو مكان الأهلي الطبيعي. صحيح. الغريب صحيح. الغريب هو غياب الأهلي هذه المدة الكبيرة عن بطولة الدوري، وليس الغريب أن يحقق الأهلي بطولة الدوري. شكرا صحيح. لكل المخلصين، شكرا لكل الأوفياء، كل الأهلاويين كانوا شركاء في هذا المنجز اللي من الطبيعي أن يكون الأهلي بطلا لدوري عبد اللطيف جميل في هذا الموسم. وعلى الجميع الأهلاويين يعني نشكرهم بحجم السماء على كل ما قدموا. كل أهلاوي من موقعي لهم منا شكر عظيم وكبير جدا. كان موسم يعني تركي يعني أدق التفاصيل والله أعيدها لك للمرة الألف، لو تعرفون قديش إحنا عانينا في النادي الأهلي. راح نحكي يوم كذا نجلس ونسولف كذا مع المشاهدين ونشوف الخلطة السرية اللي كانت هذا الموسم في الأهلي. أنا أوعدك إن شاء الله كذا بعد بطولة الدوري شرفني إني أكون معك يا تركي، وأنا حريص على التواصل مع جميع البرامج تحترم ذائقة المشاهد. ألف ألف شكر لسالم الأحمدي مدير مركز الإعلام بنادي الأهلي في أول ظهور من بعد الإيقاف واللي استمر لفترة طويلة. قول يا سالم. عفوا، أنا إيقافي ليس إيقافا إعلاميا، نحن في دولة المؤسسات والقانون وليس في دولة يحكمها قانون الغاب. يعني أنا لي جهة مرجعية توقفني إعلاميا وهي وزارة الثقافة والإعلام. أنا أحترم قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكن لا أعتقد أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو الجهة المعنية بمنعي من الظهور الفضائي. وأنا سبب ابتعادي طوال الفترة الماضية عن الظهور الفضائي هو احتراما وتقديرا وإجلالا لطلب شخصي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز
اللي هو يعتبر بالنسبة لنا في الأهلي هو والد الجميع، وكلمة السيف على الجميع. وها أنا أقول لأبو فيصل بيض الله وجهك يا أبو فيصل، ما قصرت، وقفتك معنا ودعمك لنا حققنا أغلى وأنفس البطولات المحلية، وبإذن الله القادم أحلى. وشكرا وشكرا شكرا لمجانين النادي الملكي اللي كانوا اليوم رقم ثابت وصعب حتى حقق الفريق مبتغاه. شكرا لك سالم الأحمدي مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، كان معنا في مداخلة هاتفية. حاتم، تعليق على المباراة وعلى الأحداث الفنية، معلش الوقت زحمة اليوم ففي دقيقتين. سريع ما طبعا قلنا كل شيء يعني حقيقة، يعني بطبيعة الحال يعني الفرحة عارمة واضحة جدا. يعني أنا يمكن في الدقائق القليلة بين، طبعا كنت في هنا نزلت جدة تعليق، أنا في مكة تفرجت، أشكر المهندس توفيق تونسي استضافنا تفرجنا المباراة. في الوقت اللي أنا جاي من طبعا قريب من هنا من الاستوديو الحمد لله، جريت ثلاثة اتصالات تقريبا بهني، يعني لو تسمع المكالمات حقيقة يعني لازم تفرح للأهلاويين حقيقة، يستحقوا بكل ما تعنيها الكلمة. يعني مشاعر غير طبيعية. يمكن احنا الآن في الاستوديو الدنيا يعني مقلوبة برا مع الأهلاويين، وخاصة في جدة هنا. أنا أتمنى يعني تنتهي الحلقة يعني أروح لقصر الأمير خالد وأهني هذا الرجل بالفعل، يعني ماديا ومعنويا وفكريا، يعني رجل رمز رياضي نادر حقيقة في العالم. يعني شوف المناصب اللي تقلد، كل المناصب اللي في الرياضة تيجي على بالك تقلدها هذا الرجل بكل تأكيد تكون هذه المحصلة، كانت مفروض من زمان ولكن تأخرت، ولكن لا بأس، يعني المهم جات. وعلى الأهلاويين في الفترة القادمة إنه اللي حصل لبعض الفرق، مع بعض الفرق، الاتحاد فترات، النصر زمان، الشباب في فترات، الهلال في فترات طويلة، إنه المفترض بهذا الجيل بهذه العناصر بهذا العمل إنه يكتسح البطولات حقيقة، يعني ثلاثيات رباعيات في كل موسم، لا يقنع فقط بمجرد حصول على بطولة في كل موسم وما إلى ذلك. يجب أن هذا الجيل تحديدا إنه يكتسح حقيقة، لأنه يستحق، يملكون كل شيء. يعني خاصة أنتم كإدارة كمسؤولين إيش تبغوا الأمير خالد طبعا بتوفيق الله عز وجل بيلبي هذه الأشياء. ألف مليون مبروك. السؤال قبل شوية سألت أبو حمد بس يجاوب بسرعة في ثواني. نقطة التغير بين الشوطين بالتأكيد خروج الميدا واحد مصابا، التغيير اللي أحدث المدرب حقيقة تغيير هو يعني دمر الهلاليين في الملعب. تخيل انت فريق كله بيدافع بدون راس حربه يلعب الشوط الثاني كاملا، الميدا وادواردو، واضح انه ادواردو يعني ما هو جاهز 100%. الشوط الثاني شفته غاب تماما لياقيا، نتكلم بدنيا. ذكرت ناصر قبل شويه، كان الميدا خرج ناصر نزل، مشيت الامور كما يريد الهلاليون. وبالتاكيد الوصفه السريه بين الشوطين للفريق الاهلاوي، ودائما المدربين يتكلموا على البدايات هي دائما اللاعبين يفقدوا التركيز فيها. ايش عمل الاهلاويون حتى ينزلوا بالتركيز هذا، وايش فعل الهلاليون حتى ينزلوا فاقدين التركيز في 10 دقائق يسجل فيهم هدفين وتنقلب المباراه راسا على عقب. الف مبروك للاهلي من هنا حتى اي مكان، في اخر مكان في المملكه العربيه السعوديه، يستحقوا بكل جداره. طيب حنروح للفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصله الحديث في البرنامج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، ونرحب بمستمر وتلاف أنف المملكة العربية السعودية. انضم معنا أبو زياد مستشار التحكيم للبرنامج، هلا وسهلا. الله يحييك مساء عليك أخوي بوجود، وعلى أبو حمد وعلى العزيز حاتم وعلى السادة المشاهدين. جاهز؟ توكل على الله. أعطونا اللقطات مع أبو زياد. شوف الحلقة التحكيمية لمباراة الأهلي والهلال مع الحكم الألماني، بدأ من الدقيقة الأولى حالة قطع للكرة من حارس المرمى، تركيز عالي من حكم المباراة، وهذه اللي نقولها الفرق بين مهارة قطع الكرة وبين ارتكاب الخطأ. حارس الأهلي قطع الكرة بشكل سليم، ومن ثم حدث الاحتكاك البدني، وهذا شيء طبيعي وقرار جيد من حكم المباراة في وقت مبكر من المباراة بالسماح باستمرار اللعب وعدم المجازفة بالإعلان عن قرار خاطئ في وقت مثل هذا الوقت. حالة أخرى
هذه حالة طبعا منقيسها على باقي الحالات اللي أنذر فيها الحكم. هذه حالة مهاجمة، الحكم أعلن فقط عن ركلة حرة مباشرة، الحالة كانت تستوجب ركلة حرة مباشرة وإنذار لاعب الهلال، لأنها يمكن من أكثر الحالات وضوحا للتهور في المباراة، نلاحظ أن الحكم راح ينذر في حالات أقل من كذا. هذه الحالة الأكثر وضوحا كان يتوجب على حكم المباراة عندما أعلن عن ركلة حرة مباشرة أن يتبعها بالإنذار كعقوبة انضباطية لحالة التهور. نلاحظ الدخول على مكان يعني برضو حساس من الرجل اللي هي المناطق الخلفية تكون أقل حماية. نشوف الحالة اللي بعد كذا، هذه حالة مهاجمة بتهور، وراح نقارنها بالحالة الأولى ونشوف يعني وين الكرت المستحق في هذه الحالة. هذه الحالة قد تكون في أعلى درجات الإهمال اللي يذهب للتهور، الحكم أعلن عن ركلة حرة مباشرة وإنذار اللاعب. إذا ما قرناها في الحالة الأولى فهذه في الحالة اللي قبلها أكثر وضوح وأكثر خطورة، ولكن الحكم هنا أعلن عن ركلة حرة مباشرة وأنذر لاعب الهلال للتهور. شوف حالة بعد كذا، هذه حالة إعلان عن تسلل من قبل المساعد الثاني، ونشوف مدى صحة قراره. دائم صعوبة مثل هذه الحالات في البعد بين لاعب اللي لعب الكرة وبين اللي أستلم الكرة والصعوبة في الربط، ولكن المساعد الثاني كان لديه تركيز عالي في الربط بين لحظة لعب الكرة واللاعب الموجود في موقف تسلل، وقرار صحيح من المساعد الثاني بالإعلان عن حالة التسلل رغم بعد اللاعبين عن بعضهما، وقرار صحيح من المساعد الثاني. حالة أخرى، هذه حالة إعطاء مبدأ إتاحة فرصة كانت جيدة من الحكم، من الحكم نتج عنها هجوم ناجح للفريق الأهلاوي وإن انتهت بهذا الشكل، ولكن المعول عليه في بداية الهجوم أنه كان هناك فعلا هجمة واعدة، ولكن نلاحظ الدخول هذا في بداية اللعب كان يتوجب على حكم المباراة بعد التوقف العودة وإنذار لاعب الهلال للمهاجمة بتهور نتيجة الاندفاع البدني على لاعب الأهلي. أعتقد أنها راحلة، ما جاء إنذار، ما أعطى إنذار بس راح لها، بلغوا رغم أنه يمكن هذه المخالفة الثالثة بالذات اللاعب الهلال، لكن هذه الحالة حالة صريحة للتهور كان يتوجب على حكم المباراة بعد التوقف العودة وإنذار لاعب الهلال للمهاجمة بتهور. طيب نشوف حالة أخرى، هذه حالة الإنذار الأول للاعب الهلال سعود كريري، حالة مهاجمة بتهور، قرار الحكم صحيح بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار لاعب الهلال للمهاجمة بتهور اندفاع بدني وإن لم يكن الاحتكاك بشكل مباشر، ولكن دائما قيمة التهور والقوة المفرطة في نتيجة الاندفاع نفسه، ليس بالضرورة أن يحدث التلاحم بشكله الأول، لكن قرار صحيح من حكم المباراة وإنذار للاعب الهلال سعود كريري. نشوف الحالة اللي بعد كذا، هذه حالة أيضا سلوك غير رياضي متمثلة في مسك المنافس ومنعه من التقدم وأخذ واللحاق بالكرة وأخذ موقع أفضل في المباراة، وهذا من حالات السلوك الغير رياضي الملزمة للإنذار، مسك من قبل لاعب الهلال للاعب الأهلي، منعه من الوصول للكرة، منعه من التقدم، وهذه من حالات السلوك الغير رياضي الملزمة للإنذار وقرار صحيح من حكم المباراة. شوف الحالة اللي تليها، هذه أيضا حالة مهاجمة، إذا ما قرناها برضو في الحالة الأولى تظل أقل منها خطورة، ولكن قرار الحكم هنا أيضا بالإعلان عن ركلة حرة مباشرة وإنذار اللاعب كان قرارا صحيحا في هذه الحالة نتيجة المهاجمة بتهور من قبل لاعب الأهلي للاعب الهلال. شوف الحالة اللي تليها، هذه الحالة اللي تم على أثرها طرد لاعب الهلال نتيجة حصوله على الإنذار الثاني، ومن ثم طرد لاعب مدرب الهلال. أتوقع من وجهة نظري أنه يعني ليس الاعتراض فقط اللي هو كان الموجب لطرده، وإنما كان هناك حديث يبدو أن الاثنين يفهمون لغة بعض، يبدو أن هناك يعني ألفاظ قد تكون هي من أجبرت حكم المباراة على هذا الطرد، لكن الحالة في مجملها حالة تهور من قبل لاعب الهلال سعود الكريري عن طريق استخدام ركبته على فخذ لاعب الأهلي من الداخل، إنذار ثاني صحيح وكان محق الطرد نتيجة الإنذار الثاني، أيضا استبعاد مدرب نادي الهلال أتوقع من خلال قراءة للحالة أنها نتيجة الحوار اللي دار بينه وبين الحكم.
لكن إذا هي على الاعتراض فقط فكان يكتفي بتنبيهها كإنذار بدون إشهار الحالة، ولكن يبدو أن هناك حديث من خلال ما تم من حوار ما بين الحكم وبين مدرب الهلال. شوف الحالة اللي بعدها، هذه حالة ضرب من قبل لاعب الهلال على حارس الأهلي، الحكم أعلن أن ركلة حرة مباشرة وهو قرار صحيح، ولكن كانت تنقصها العقوبة الانضباطية نتيجة الضرب بتهور من قبل لاعب الهلال باستخدام الذراع. وهذه الحالات طبعا الحد الفاصل ما بين التهور والطرد هو حد بسيط، هذه أعلى درجات التهور اللي ممكن ينذر الحكم فيها، وقد في جزئية من المباراة قد تصبح طرد لو استخدم المرفق بشكل مباشر، ولكن قد الحكم لم يشاهد طريقة الضرب ولكن شاهد الاحتكاك في شكله العام، لكن الحالة كانت ملزمة بالإنذار نتيجة الضرب بتهور عن طريق استخدام ساعد اليد على مكان أيضا حساس من جسم لاعب الهلال وهي منطقة الرقبة والرأس، وهذه على الأقل على الأقل كان الإنذار المفترض يطلع في هذه الحالة. حالة أخيرة، هذه حالة إعلان عن تسلل، قرار المساعد الأول قرار صحيح نتيجة وجود لاعب الهلال الذي قام بمتابعة الكرة في موقف تسلل أثناء ركل الكرة من زميله، والمعول عليه في هذه الحالة هو وجوده في هذا المكان والفرصة التي استفاد منها من وجوده في هذا المكان، وهي أحد الحالات الثلاثة الملزمة بالتسلل اللي تداخل في اللعبة، التداخل مع المنافس والاستفادة من فرصة وجوده في هذا المكان، وهو ما حدث في هذه الحالة. لاعب الهلال استفاد من فرصة وجوده أثناء ركل الكرة، كان متواجد في موقف تسلل وأقرب إلى خط منافسة من كل من الكرة، وثاني آخر منافس بعد ارتداد الكرة من حارس المرمى قام بمتابعتها، وهنا يقع التسلل وقرار صحيح ومميز من المساعد الأول. أبو زياد شكرا جزيلا لك، شكرا لوجودك معنا، تعبناك الليلة. لا ما يحتاج، شكرا جزيلا. فاصل قصير بعدها نعود للجزء الأخير من الحلقة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة، أبو حمد وأبو أميرة هم ضيفانا الليلة. حاتم، إيش تبغى تقول آخر شيء للأهلاويين يعني قبل ما نودعك وننهي الحلقة الليلة، إيش تبغى تقول لهم؟ والله أقول لهم طبعاً مليون مليون ألف مليون كل الملايين اللي في الدنيا مبروك وتستحقوا عن جدارة عملتوا فظفرتوا. أتمنى من الفرحة ما تكون طبعا نصيحة يعني من خلال البرنامج العظيم اللي يقدم دائما النصائح ويقدم المبادرات، إنه الفرحة تكون إن شاء الله يعني ما نبغى يعني نزعل على أحد يصير له مشكلة أو شيء، الله يحفظ الجميع إن شاء الله. بالطبع هي فرحة هستيرية ويستحقوا حقيقة الأهلاويين. ألف مبروك يعني وكل الشكر للهلاليين اليوم، يعني قدموا مباراة جدا عظيمة، جمهور جدا رائع، حكم جدا رائع، يعني يدرس اليوم التحكيم اليوم في المباراة، كل شيء كان جميل اليوم. ألف مبروك، كرة قدم تبقى في النهاية، من فرح اليوم سيغضب غضا والعكس صحيح، من غضب اليوم سيفرح، وكل بنشوف كلنا كل السنين بتمر، ونتمنى للجميع إن شاء الله الفرح والجميع إن شاء الله السعادة وكل التوفيق لكل أنديتنا وكرتنا إن شاء الله تعالى. وعلى أمل في هذا السنة هذه والسنة الجاية إن شاء الله بعون الله نجد منتخبنا السعودي يعود نراه في كأس العالم بعون الله، هذا أساس كل شيء، هذا اللي بنشوفه الآن محصلته هو المنتخب السعودي. أتمنى كلنا نقف خلف الأخضر السعودي وخلف أنديتنا بالتأكيد، ولكن الأساس هو المنتخب السعودي. ألف مبروك. شكرا للجمهور الأهلاوي، نشوفك على خير بوجود، تحياتي لك أبو حمد العزيز وكل الجمهور الرياضي. شكرا جزيلا. يعني الهاشتاج البرنامج زحمة شوي. أبو حمد، يعني أعتقد أن مثل ما يعني تحدثت، أنا بس بضيف من خلال مشاهدات المباراة، أنا أقول مبروك للأمير فهد بن خالد. فهد بن خالد كان موجود اليوم في المباراة، وكان يعني
تشعر كأنه هو رئيس النادي من خلال الفرحة اللي يعني الكبيرة اللي شاهدناها له بعد انتهاء المباراة. هذا يدل على أن يعني الأهلاويين متكاتفين كلهم بدءا من الرمز الكبير الأمير خالد بن عبد الله والأمير فهد بن خالد والأستاذ سعد زويهر اللي أنا أشوف أقول له مبروك يعني على هال يعني وجهك اليوم وجه خير على الأهلاويين من خلال تحقيق هذا اللقب الصعب جدا والمثير والساخن واللي يعني أعتقد أنه يعني الأهلي حقق هذا يعني بعد عناء وبعد تعب وبعد صراع كبير مع منافس قوي جدا وعنيد مثل فريق الهلال. المرحلة الجاية مرحلة صعبة جدا على الأهلي. أنت تفوز بالدوري مو معناها خلاص السنة الجاية أنك أنت بتمشي على ذا الوضع. لازم أنت تحاول أنك تقوي صفوفك. الهلال عندي كلام كثير بس ما أعتقد أنه مفروض أن يومين يقوله أسبوع الجاي إن شاء الله. يعني إذا صار فيه فرصة نتكلم على أمور كثيرة الهلال محتاج أنه ينتبه لها لأن يكون الهلال أفضل في المرحلة الجاية. محمد شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام نختتم حلقتنا موعدنا غدر 11:30. نبارك لكل الأهلاويين ألف 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 مبروك البطولة للهلاليين. نقول هارد لك فريق عظيم فريق بطل احتكر آخر 3 بطولات تنافس حتى آخر لحظة. لا يجب أن يحزن الهلاليون كثيرا هذه الليلة لكن يجب تماما أن يفرح الأهلاويون حتى الصباح. موعدنا غدر 11:30 راح نكمل الحديث عن هذه المباراة في حلقة الغد في أبعد الله.